يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الذي يجاهر بالمعصية من ولاة الأمر أو السلطان فكيف ينكر عليه وتبرأ الذمة في ذلك؟ ينكر عليه بالطرق المناسبة، لأن تخلو معه تطلب الاتصال به والخلوة معه، أو تكتب له كتابة سرية وتضعها في يده، أو توصي من الثقات الذين يتصلون به من يبلغه ويناصحه في هذا الأمر. أما التشهير به والكلام عنه في المجالس، هذا يجدي شرا أكثر ولا يصلح، وليس هذا من الإنكار بل هذا من المنكر. نعم. يقول فضيلة، وإذا لم تستطع الاتصال به ولا إيصاله النصيحة فأنت معذور، أنت معذور، اتقوا الله ما استطعتم. نعم.